في هذه الحياة نرى أنفسنا في متاعب شتى، وفي ضوائق، وفي كروب متلاحقة، وفي ابتلاء يلي ابتلاء، والناس يعيشون دهرهم دون ما وعي أو تبصرة، وكأن ما يحدث في دنياهم في واد وهم في واد آخر. إن الحياة للأمة، وإن المتاع لها، لم يخلق الناس ليعذبهم الله. ما يفعل الله بعذابكم؟ وما خلق الناس ليعيشوا دون حياة طيبة كريمة؟ وإنما وهب الله الحياة ووهب حياة للحياة، فحياة البدن هي حياة الأنعام فقط، ولكن هناك حياة البدن والعقل والفكر الصحيح. والفكر الصحيح لا يكون من هوى حيوان، وإنما يوهب الفكر الصحيح كما وهب العقل السليم. والذي فعل ذلك كله هو الله، أراح عباده من عناء مستمر. فإذا ترك العقل وحده دون ما رسالة فالعناء لا ينقطع، لأنه ينتقل ويتخبط في هواه. ومن هنا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في هداية خلقه. والهداية من الله تحتاج من الناس إلى ثقة، وهذا هو المد العظيم بين العبد وبين ربه، وبين الأمة وبين خالقها. الثقة في الله، الثقة في أحكامه وفي شرائعه،